ورحمة الله تعالى وبركاته في موضوع جديد وحلقة جديدة عن برنامج جديد، وأقل ما يقال عنه هو أنه برنامج جد جد رائع ومفيد للجميع. البرنامج يدعى وان أسيستون. مهمة هذا البرنامج هو مشاركة شاشة الهاتف بين شخصين. لماذا؟ فالعديد منا أحبتي في الله يواجه مشاكل عديدة في هاتفه، ربما لا يستطيع حل بعض المشاكل التي تواجه أو تثبيت بعض البرامج. على سبيل المثال، إذا قلت لكم أن أمي ليست لديها خبرة كبيرة في مجال الأندرويد ولا تعرف كيف تتعامل مع الهاتف بشكل كبير ومعرفة محدودة في الهاتف وتريد مساعدتي، لكنني في الغالب أكون بعيدا عنها، ربما في العمل، ربما متواجد في مدينة أخرى أو بلد آخر. فالحل لكي أساعد أمي وأقوم بكل ما تحتاجه في هاتفها أو أقوم بحل المشاكل التي تواجهها في هاتفها هو تثبيت هذا البرنامج البسيط جدا والصغير الحجم أيضا في هاتفي وفي هاتفها أيضا. فعند تثبيت البرنامج في الهاتفين نقوم بفتحه، تظهر لنا واجهة جد بسيطة، خانتين بالأحمر وبالأزرق. فالخانة التي هي بالأحمر يدخل لها الشخص الذي يعاني من المشكل، أي الشخص الذي لديه مشكل بالهاتف. فإذا دخل إلى الخانة الحمراء سيجد كود للتفعيل، هو 1 8 2 3 2، فهذا الكود يتغير بشكل مستمر، يعني ليس نفس الكود كل مرة، فكل مرة يعطيك كود جديد، وتقوم بمشاركة هذا الكود مع الشخص الذي سيساعدك. يعني تقوم بالضغط على الاختيار الأول فيعطيك البرنامج عدة اختيارات لإرسال هذا الكود، سواء عن طريق الواتساب، عن طريق الميسنجر، عن طريق الفيسبوك، إرسال رسالة عادية أو إيميل إلى آخره. فهناك اختيارات عديدة. تقوم بإرسال الكود، يتوصل الشخص الثاني بالكود ويدخل إلى الخانة الزرقاء التي تطلب منه كتابة هذا الكود ببساطة شديدة، وعند تفعيله يقوم بمشاهدة شاشة الطرف الآخر الذي لديه المشكلة ويقوم بحلها بشكل بسيط جدا جدا جدا. هذا كل ما في الأمر أحبتي في الله. أتمنى أن ينال إعجابكم هذا البرنامج وأن تستفيدوا منه بشكل كبير، وأن تساعدوا كل أحبائكم وأصدقائكم والقريبين منكم. وإلى اللقاء في حلقة مقبلة وتطبيق جديد. لا تنسوا دعم